المؤتمر العلمي الرابع لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي ينظمه القسم العلمي في الهيئة بعنوان التجديد في الدراسات الإسلامية مفهومه ومقاصده وضوابطه وتطبيقاته باستضافة نخبة طيبة من علماء المسلمين وباحثيهم، وتجري أعماله يومي السبت والأحد 26 و 27 من شهر ذي القعدة من العام الهجري 1443 الموافقين 25 و 26 من الشهر السادس للعام الميلادي 2022. وخير ما نبدأ به أعمال هذا المؤتمر المبارك آيات كريمة من كتاب الله العزيز الذي أنزله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يتلوها على مسامعنا الشيخ الدكتور إبراهيم يعقوب الحسان، فليتفضل جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها،
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله. أحسن الله لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحسان على هذه التلاوة المباركة. الحضور الكرام، إن المؤتمر العلمي الرابع لهيئة علماء المسلمين في العراق يأتي مكملاً لسلسلة المؤتمرات السابقة التي نظمتها الهيئة على مدى الأعوام القليلة الماضية، ليكون خطوة مقاصدية نحو منهج علمي منضبط، فهو يهدف إلى دعم الحركة العلمية التجديدية الصحيحة في ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية ومحدداتها ومقاصدها، ويسعى إلى الحد من ظاهرة الانفلات في الدراسات الحديثة غير المراعية لمقاصد التجديد وضوابطه، ثم إنه يحرص على بعث الصلات الثقافية والعلمية بين علماء الأمة وإحيائها. ولأجل تسليط الضوء على ذلك كله، يتفضل نائب مسؤول القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عماد الجبوري ليلقي على مسامعكم كلمة القسم بوصفه الجهة المنظمة للمؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد، الحمد لله الولي الحميد وهادي صالحي خلقه للتجديد السديد والنهج الرشيد ومظهر العناية بعلوم دينه القويم للقريب والبعيد والمؤيد لها بالتوفيق والمزيد والداعي للاجتهاد الحميد الصارف عن تقليد البليد وفهم الوليد. أما بعد، فإن التجديد مصطلح إسلامي نشأ من هدي السنة النبوية المشرفة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ويعد التجديد في الدراسات الإسلامية من أهم مظاهر العناية بالعلم، إذ هو يناصر العلوم والفكر الحي، وهو يغذي الآراء السديدة ويبصر سواء السبيل. وإكرام الله تعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الدين دليل على خيره ونفعه العميم. ومن المعلوم أن نوازل العلم ومسائله المستجدة لا تبين من غير وجود تجديد نير يتضح به الرأي والفهم، وهو بذا يؤكد صلاحية الشريعة الإسلامية والعمل بها في كل زمان ومكان. وتجلو حقيقة تاريخ التجديد وأهميته عند طغيان الأفكار الخاطئة واختلاط حقائق العلم بركام الأهواء والشبهات.
الشبهات والانحرافات، وبه تظهر حقيقة الصراع بين العلم والخرافة. فالتجديد الحقيقي هو ميدان للإحسان والإتقان، وتعلو به البصائر في الزمان الغابر والحاضر. وقد جاء انعقاد هذا المؤتمر الذي يقيمه القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين، والذي يعقد بين رياض إسطنبول من أجل استجلاء تجديد مأمول، وكان من مقاصد عقده هو التصدي لزحف المغرضين والمبطلين الذين ينعتون مصادر الوحي بالجمود وعدم ملائمتها للواقع المعاصر، وكذا للتحذير من استغلال مصطلح التجديد وتوظيفه غير محله تغريرا من قاصديه المغرضين الذين جرفتهم الأهواء والانحرافات، فما عادت عندهم المعايير المنضبطة ولا المناهج السليمة والقويمة. ومن هنا كانت غاية عقد هذا المؤتمر العلمي تحقيقا للتجديد الحقيقي في الدراسات الإسلامية، وجمعا لأطراف مفاهيمه، وربطا بين النظرية والتطبيق، وتخليصا له من أدعيائه الذين فرطوا بضوابطه وحقائقه، ولا سيما في مصادر التلقي، إذ جعلوها نسبية في الثوابت وأناطوها بمعايير أخرى إرضاء لأهوائهم وشبهاتهم وتبعية لتصورات الثقافات الغازية. وقد تكون الحاجة اليوم إليه أشد من أي وقت مضى، وقد اشتدت الفتن وكثر الغثاء والادعاء الثقافي، وشاع مناخ التضليل والضلال هزيمة وتقطيع الرؤية الإسلامية لإيجاد المسوغات للسقوط الحضاري ولتكريس الهزائم على الأصعدة المتعددة. إن عقد هذا المؤتمر جاء من أجل تجديد الدراسات الإسلامية مع النهوض بها، وذلك للعود بثمراته ونيل محاسنه، ومن ثم ستجمع بحوث هذا المؤتمر في سفر واحد لتكون أجمع للفكر وأيسر للذكر والنشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور عماد الجبوري، نائب مسؤول القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق. والآن مع كلمة الباحثين المشاركين في المؤتمر التي يلقيها الأستاذ الدكتور عمار طالبي، نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فليتفضل مشكورا. لعل هنا أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الكرام، والأستاذ الكبير الجليل محمد عميد الكبيسي، رئيس هيئة علماء العراق، إنه ليسعدني جداً أن أحضر هذا المشهد في هذه العاصمة القديمة التي خلفت عاصمة بغداد، عاصمة الدنيا والحضارة والعلم في ذلك الزمان. أما في زماننا فقد دمرت تدميراً، وساعد على ذلك العرب أنفسهم
فها هي الآن ممزقة مشتتة. ندعو الله أن نجمع شملها ويمشعثها ويعيد لها مجدها والجماعة. أما بعد، فأكرم به من يوم أغر وأعظم من مشهد أبر، جمعت له هيئة العلماء، علماء العراق شتاتنا ولما تشعثنا، وإنها لما كرم دعت هذه الوفودة الكريمة فأتت واستجابت وما تخلفت عن ندائها. ثم إنها شرفتني ومنحتني شرف الكلمة، كلمة الوفود، شرفها الله ورفع قدرها. ولست بخيركم أيها الإخوة ولا بأعلمكم وفيكم ومنكم من هو أولى مني، فهذا الشيخ الجليل العلامة عبد الملك السعدي الذي لم يحضر، وحضر أخوه الشيخ عبد الحكيم أكرمه الله، وأنا شيخ كبار، وأنا شيخ كبار، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة كما ترون، وتلك علامة الشيخوخة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذا القرآن الذي فصل لنا مفاصل الأشياء وأصولها، فماذا عندي لنا، ماذا عندي لأقول لكم لحضراتكم الموقرة؟ وهذه الحالة هي حالتنا، إنها أي الهيئة دعتنا للتجديد في هذه الظروف القاسية والأوضاع السيئة الجاسية التي تحيط بالعالم الإسلامي، فبددته ونثرته نثرا شتيتا، لا نثر ضرر وإنما نثر غبار أو غبر تذروه الرياح من كل جانب، من جوانبه وأرجائه. فهل أشكو لكم ما نعانيه ونقاسيه من ضر، أم أبشركم بأمر الخلاص مما أصابنا من ضر وبأساء، بتجديد أمرنا وشد عزائمنا باجتهاد ذوي الألباب منكم والنهى. أمامنا أيها السادة أمران: إما التجديد وإما التبديد. قد عانينا من عناصر التبديد والتفرق، فهل لنا اليوم أن نجدد نفوسنا ومناهجنا في النظر والعمل؟ وما التاريخ أيها السادة الكرام إلا نسيج من النظر السديد والعمل المفيد، فكر تجسده أعمال لا مجرد خطب وأقوال. فطالما صاح جمال الدين صيحته ونادى الشيخ محمد عبده نداءه، فأين ثمرات ذلك وأكلها؟ وإن اجتهادات الشيخ الألوسي كبير المفسرين في عصرنا هذا، وأين أعماله؟ أتواصل هذا كله أم انقطع ولم يبلغ بعد غايته ولم يحقق أهدافه؟ هل كان في مناهجهم من خلل فنراجعه ونمضي في سبل أخرى يقتضيها عصرنا وما استجد فيه وظهر، فنرجع بصرنا هل في مناهجهم من فتور رغم جهودهم المشكورة وأعمالهم المبرورة؟ أما تجتمع أيها الإخوة منا نخبة من خبرائنا وعلمائنا
فتضع لنا استراتيجية في النهوض بثقافتنا والحفاظ على تراث الأمة وثرواتها، وهو من مقاصد الشريعة الكبرى الحفاظ على أموال الأمة. إننا أضعنا ثروات الأمة لغيرنا، وتولى أمرها بعض السفهاء في أوطاننا ممن يحكموننا، وقد نبه القرآن وحذر، فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفه كما تعلمون أيها الفقهاء هو عدم الرشد والفساد في الأعمال والأموال. فهل نضع استراتيجية أخرى لوحدة الأمة وتضافرها وجمع شتاتها في عصر تتحد فيه الأمم وتتعاون في دفع الضر عنها واستمرار وجودها بكرامة وسيادة؟ إن المناسب لعصرنا هذا أيها السادة هو الاجتهاد الجماعي للخبراء في شتى المجالات للنهوض بأمتنا. وأهم عنصر في النهوض هو هذا العنصر الذي اخترتموه أيها الإخوة في هيئة علماء، وهو تجديد المنظومة التربوية التعليمية التي لها الأولوية في النهوض بأية أمة من الأمم، كما أخبرنا بذلك التاريخ. فإن اقتصاد المعرفة اليوم أصبح ركن من أركان النهضة المتين، فإن العلم والتقنية مما يتحتم علينا التمكن من ذلك تمكنا تخرج به الأمة من التخلف الشديد الذي نعانيه. ومن أعظم القيم في زماننا هذا قيمة الفعالية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأين الفعالية السياسية في تجمعاتنا ومؤسساتنا السياسية، في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية؟ أين هذه الفعالية؟ واهنة ميتة لا تكاد تتفق على شيء إلا على الضياع. فنحن نسير في تنمية الضياع. فإذا قيس هذا يعني بالفعالية السياسية في العالم التي تقوم بها الصهاينة، فما هو الفرق؟ إننا نستجيب لمصالح غيرنا وغيرنا لا يراعي مصالحنا. فأين الرشد وأين السيادة؟ ألا إنها التبعية. أقول وقد بلغت من الكبر عتيا، كما قال مالك بن نبي رحمه الله: إنه يجب أمران، الأول هو رفع مستوانا الحضاري، والثاني هو رفع مستوى الحضارة المعاصرة لدينا، لدى غيرنا يعني في عصرنا هذا، إلى مستوى الإنسانية. فأصحاب الحضارة اليوم لا يعتبرون الإنسان إنسان إلا من انتمى إليهم وتبعهم، ودماء غيرهم مستباحة ودماؤهم غالية لا تمس. ترفع هذه الحضارة المعاصرة مستواها إلى مستوى الإنسانية، لا إلى مستوى الغرور الإمبراطوري الذي نرى اشتعال الحروب من أجله اليوم، تمدد الإمبراطوري من كلا الجهتين. وإني أجدد أيها الإخوة شكر الإخوة الجميع الذي أنوب عنهم ولست بخيرهم كما قلت، الشكر لهذا الجمع المشهود الذي جمعه إخوتنا في هيئة
علماء العراق على ما بذلوه من جهد في سبيل حسن الاستقبال وكرم الضيافة ولطيف اللقاء بوجوه مسفرة مبتسمة مستبشرة نورانية جزاؤهم عند ربهم. وإني أقول في النهاية إذا سمحتم لي، أتيت من الغرب، من الغربين، الغرب شمال أفريقيا الإسلامي والغرب الأوروبي، لأن كنت في مدينة باريس ومنها أتيت إليكم. وقد رمز السهروردي في رسالتها الغربة الغربية، الغربة الغربية، رمز إلى الغرب الإسلامي وقال هي القيروان، رمز الظلمة والمادة، وأنا أنفي هذا لأني من الغرب. وإن كانت الشمس تأتي من المشرق فإن منظرها في الغروب جميل، تحتجب كالمرأة الحسنة تحتجب من أنظار الناس. ولذلك فإن الغرب المادي اليوم يصدق عليه قول السهروردي، ومن كان فيه فهو في غربة غربية. أما نحن في الغرب الإسلامي فإن غربت عندنا الشمس فإنها تعيد وتشرق من عندكم، فأنتم الشرق ونحن الغرب، ولله المشرق والمغرب. ولهذا أيها الإخوة اسمحوا لي إن أطلت عليكم، فإني مكلوم أشكو إلى الله ما نحن فيه، وأشكو إليكم، وأملنا كبير في الجيل الجديد الذي يتحكم في العلم والتقنية لنرفع مستوانا، فما لم نرفع مستوانا نحن بأنفسنا فلن يكون هناك من يرفعه بعدنا أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله. وأنا أتيت لأثبت لكم أني لست شيخا، إنما الشيخ من يدب تبيبا. باسم الباحثين والمشاركين في هذا المؤتمر نشكر الأستاذ الدكتور عمار طالبي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على كلمته الكريمة. والآن مع كلمة ضيف شرف المؤتمر العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي كبير علماء العراق، فلنستمع إليها عبر التسجيل الذي سيعرض على حضراتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ الدكتور أمين عام هيئة العلماء المسلمين، الأخوة المؤتمرون، الأخوة الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يسعني في هذه الجلسة المباركة إلا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الأمانة العامة للهيئة الممثلة في سليل التقوى وأحد أفراد بيت العلم، ذلك الرجل الدكتور محمد عبيد الكويسي، على حسن ظني بي في تكليفي لمواجهة هذه الوجوه الخيرة. كما أثني بالشكر والجزيل لهذا الحضور الكريم على تلبيتكم دعوة الهيئة والمشاركة في هذا المؤتمر الميمون وحضوركم الفعلي، متحملين عناء السفر وترك الأهل والوطن. وقد أفلحت الهيئة بدعوتكم يا أهل العلم والحملات الشريعة الإسلامية والدعوة إليها، وأكبر فيها اختيارها عنوان مؤتمر وهو التجديد في الدراسات الإسلامية، واختيارها لهذه المحاور في عصر تصدى لها المغرضون أو الجاهلون بأهميتها،
وتحاملهم على العناية بها دراسة وتطبيقا، ودعوتهم إلى عدم الاكتراث بها والتقليل من أثر فوائدها على المجتمع الإسلامي، ولا سيما دراسة الكتب التراثية المؤلفة في هذه العلوم، والتي كان علماء الأفذاذ يعقدون الحلقات في المساجد على شرط أن لا يتجاوز التجديد فقواعد وضابط المذاهب الأربعة وما كان يدرسه المشايخ في اللغة العربية والمنطق ونحو ذلك. والهيئة بهذا المؤتمر تحقق هدفا من أسمى أهداف تأسيسها، كما أود أن أترحم على أبرز مؤسسيها المرحوم المجاهد الدكتور حارث سليمان ضاري سليل الكرم والوطنية، إضافة إلى النزعة الإسلامية، حيث كان الهدف من تأسيسها الدفاع عن بلاد المسلمين عامة والعراق بصورة خاصة إذا ما حصل أي احتلال لها فكري أو سياسي أو مذهبي. فعليه من الله الرحمة والقبول، ومنا خالص الدعاء بالرحمة والرضوان، وأن يسكنه فسيح جناته. كما لا أنسى أن أذكر خلفه البار الذي تولى هذه المهمة بعد رحيل والدي، ذلك الرجل الشيخ الدكتور مثنى عانه الله على القيام بهذه المهمة هو وأعوانه، وحفظه الله من كل مكروه، وأن يبارك في جهودهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ العلامة دكتور عبد الملك السعدي خيرا وإنعاما على كلماته المباركة هذه. والآن تنطلق أعمال مؤتمر التجديد في الدراسات الإسلامية مع الجلسة الأولى التي يترأسها فضيلة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، فليتفضل صحبة الباحثين الكرام الذين كتبوا في ضمن الإطار المفاهيمي أحد المحاور الرئيسة لهذا المؤتمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة جميعا، المشايخ الأفاضل والأساتذة الكرام وضيوف المؤتمر، وقبل ذلك المشايخ والأساتذة والإخوة الباحثين الذين شرفونا بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر، وهي فرصة طيبة من أجل أن نلتقي جميعا على المعاني التي تفضل بها أستاذنا الدكتور عمار طالبي في كلمته الافتتاحية. في البداية أود أن أقدم الاعتذار عن هذا التأخير في افتتاح أعمال المؤتمر للخلل الفني الذي سمعتم عنه، وهذا لا يعفينا فنعتذر منكم مرة ثانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم الوقت المهدور. الأمر الثاني، أود أن أنبه على الإخوة ضيوف المؤتمر جميعا، هناك استمارة للمعلومات موجودة في الملف الموضوع أمامكم، نتمنى أن تملأ بمعلومات مختصرة للاستفادة منها في التعرف عليكم والتواصل مستقبلا من أجل مؤتمرات وندوات أخرى، فشكرا لكم على الاستجابة لهذا الطلب. نبتدئ بعد ذلك أعمال الجلسة الأولى من جلسات هذا المؤتمر، وهي بعنوان الإطار المفاهيمي. يشارك في هذه الجلسة عن يميني معالي الأستاذ الدكتور محمد قرماز، رئيس معهد التفكر الإسلامي ورئيس الشؤون الدينية السابق في تركيا، فمرحبا به. وعن شمالي الأخ الدكتور عمر مكي مسؤول القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين، فمرحبا به. ويشاركنا أيضا الأستاذ الدكتور حسن يشو من المغرب، أستاذ الأصول والمقاصد في كلية الشريعة بجامعة قطر، ولكنه اعتذر عن الحضور لظروف طارئة ألمت به وأرسل بحثه، وسأشير إلى ملخص منه إن شاء الله في نهاية الجلسة. جلستنا إن شاء الله سيكون هناك في البداية الكلمة للأستاذ الدكتور محمد قرماز 20 دقيقة، ثم الدكتور عمر مكي 20 دقيقة، ثم بعد ذلك نفتح مجال
النقاشات لدقائق، ثم بعد ذلك نتيح المجال للدكتور قرماز وللدكتور مكي للتعقيب. أبتدئ أولا مع الأستاذ الدكتور محمد قرماز مع تعريف مختصر إذا سمح لنا، وهو معروف أشهر يعني نار على علم، ولكن مقتضيات المؤتمر تستدعي ذلك. الدكتور محمد قرماز من مواليد 1959، درس في جامعة أنقرة وحصل على شهادة الدكتوراه في تخصص الحديث النبوي من جامعة القاهرة سنة 1989، وهو رئيس الشؤون الدينية في الجمهورية التركية للمدة 2010 إلى 2017، والآن هو رئيس معهد التفكر الإسلامي في أنقرة. تفضل أستاذنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي رئيس الجلسة، أيها العلماء الأجلاء، ضيوف الكرام، بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكابن هذا البلد أحييكم جميعا في بلدكم تركيا وفي عاصمة المآزن إسطنبول. أهلا بكم في بيتكم في بلدكم، وأشكر لهيئة علماء المسلمين في العراق تركيزهم على هذه المسائل المهمة، وأشكر لهذه الدعوة الكريمة. في الحقيقة في البداية أنا وعدت بأن أركز في كلمتي تحت عنوان تجديد في الدراسات المقاصدية، ليس في المقاصد، التجديد في الدراسات المقاصدية. وبحثي بين أيدينا الآن، ولكن حينما رأيت المنظمين، إخواننا المنظمين، وضعوا اسمي وكلمتي في الجلسة الأولى تحت عنوان الإطار المفاهيمي، أنا غيرت كلمتي. ولأجل هذا سألقي كلمة تحت عنوان ما الذي يمكن للدراسات الإسلامية أن تقوله اليوم لنا وللإنسانية جمعاء؟ ما الذي يمكن للعلوم الإسلامية أن تقوله لنا؟ إن هذا السؤال من الأهمية بمكان، بحيث يجب على كل مشتغل بالعلوم الإسلامية أن يقف قليلا ليفكر فيه، وذلك لأن هذا السؤال يحمل في داخله أسئلة أخرى. ما الذي يمكن للإسلام أن يقوله للإنسانية اليوم؟ ما الذي يمكن للمسلمين أن يقوله للناس جميعا اليوم؟ ما الذي يمكن لعلماء المسلمين أن يقولوه اليوم؟ هذه المجموعة من الأسئلة في الحقيقة تشير إلى أزمة ثقافية فكرية حضارية يعانى منها العالم الإسلامي. إني أشبه حالنا، حال الدارسي العلوم الإسلامية، بأصحاب الكهف المذكور في القرآن الكريم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أشبه حالنا كمن لبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9،
فبعدما أفاقوا من نومهم أصحاب الكهف كما تعرفون، وجدوا أن النقود التي معهم لم تعد نافعة في سوقهم ذلك اليوم. قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. كذلك الحال عندنا مع علومنا الإسلامية من الحديث والفقه والكلام والتصوف، فهي ذات قيمة، كلها ذات قيمة، لكن عند النزول إلى السوق نلاحظ أنها لا تجد راغبا بها. ربما هناك سببان: السبب الأولى يعود إلى نقودنا، قد خرجت عن نطاق التداول. والسبب الثاني: لعل الناس في هذه المدن وفي هذا العالم لا يعرفون قيمتها الحقيقية. نقودنا قيمة ولكن الناس لا يعرفون قيمتها. ثمة نقطة أخرى مهمة في هذا السؤال الذي طرحناه، وهو: ما مفهوم اليوم؟ اليوم في السؤال المعنون: ما الذي يمكن للعلوم الإسلامية أن تقوله اليوم؟ وما نقصد بكلمة اليوم؟ فهل اليوم هو الحياة الحداثية؟ أم العالم الإسلامي؟ أم مشاكل الإنسانية جمعاء؟ أم الحياة العصرية؟ هل اليوم في حالة تؤهله لفهم ما ستقوله العلوم الإسلامية؟ في حال قدمت أشياء وأجوبة مهمة؟ والسؤال الآخر الذي يجب أن نسأله هو: هل الإشكالية في العلوم الإسلامية أم في اليوم، في الزمن، في الواقع، أو في كليهما؟ وبتصوري فإن الإشكالية لا تنبع فقط من مسألة خروج النقود من التداول كما حدث مع أصحاب الكهف، بل يضاف إلى ذلك أن علاقتنا مع العلوم الإسلامية قد تغيرت، علاقتنا مع الدراسات الإسلامية قد تغيرت. ذلك أننا بدل أن نعمل على تقديم أجوبة للعصر، حل المشكلات الواقع وفق العلوم الإسلامية، رأينا أن مجرد الاشتغال بالعلوم الإسلامية بحد ذاته يشكل جواباً لمسائل العصر ومشاكله. ونتيجة لهذا فإننا نرى اليوم ظهور أعداد كبيرة هائلة من المشتغلين بالعلوم الإسلامية، وظهور عدد كبير من المؤسسات وكليات الشرعية، كليات القرآن وكليات الحديث وجامعات العلوم الإسلامية في عالمنا الإسلامي، حتى أصبح هذا الأمر بمثابة التعبد. وفي هذا الإطار لابد من هذا السؤال التالي: عندما نورد مصطلح العلوم الإسلامية، فهل هذا المصطلح يشير بشكل واف كاف كامل إلى التصور الإسلامي الكلي عن العلم مع الحكمة والمعرفة؟ حيث لا بد من مراجعة العلوم الإسلامية وفحصها من جديد، ذلك أنه يمكن القول بأن هذه العلوم قد بقيت في مواجهة بعضها البعض، وخاصة في برامج المدارس الشرعية. فمثلا نجد ضمن ما نسميه بالعلوم الإسلامية الأساسية أو أصول الدين، أحيانا يستغرب بعض العلوم التي الآن نحن ندرس تحت عنوان علوم الإسلامية، كما تعرفون الكلمات عن المنطق وعن الفلسفة وعن علوم أخرى.
وبعضهم يرى أن العلم محصور بما قاله الله وقاله الرسول ولا يقبل شيئا خارجه، أما البعض الآخر فلا يرى العلم إلا ما كان في محور الوحي. وهذا يعيدنا إلى السؤال الذي طرحناه، وهو ما علاقة هذه العلوم الإسلامية بالتصور الكلي للعلم في الإسلام الجامع بين علوم الكونية والإنسانية والوحي؟ وإذا عدنا إلى الإشكالية الأولى التي انطلقنا منها، وهي ما الذي يمكن للعلوم الإسلامية أن تقوله اليوم، فإننا نجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى مرحلتين في تاريخنا من أجل الجواب عن السؤال. الأولى، ما قدمت هذه العلوم الإسلامية لليوم الذي تشكلت فيه في حضارتنا في ماضينا، وماذا قالت لذلك اليوم في عصورنا الأولى؟ وفي إطار هذا السؤال، فإن علم الفقه والكلام يبرزان بشكل واضح، ثم يتبعهم العلوم المنهجية، علم أصول الفقه، أصول الدين، الفلسفة والتصوف، والعلوم التي تهتم بالوحي من ناحية نقله وفهمه كالتفسير والحديث. إنما قدمته من هذه العلوم مهم جدا في أيامها التي تشكلت، وخصوصا تعدد مدارسها ومصطلحاتها، وخصوصا إذا تذكرنا أنها وفرت خاصية الاستمرارية للحضارة الإسلامية. لقد قامت هذه العلوم الإسلامية أربع خصائص مهمة، وهي الوجودية، المشروعية، المعقولية، الموثوقية. الخاصية الأولى الوجودية، ونعني به أن الداخلين في الدين الجديد يسعون لإظهار وجودهم بالمعرفة في المناطق الجغرافية الأخرى، وهذه المعرفة تساهم بدور كبير في الخاصية الوجودية لهؤلاء المؤمنين الجديد. وفي إظهار مشروعيتهم، فنظامهم الذي يقيمونه للعدالة بالفقه الإسلامي، إضافة إلى أنظمتهم الاقتصادية، تساهم بشكل كبير في ترسيخ مشروعيتهم. أما النظام الكلامي والفلسفي الذي أقاموه، فإنه يساهم بدور كبير في إيضاح معقوليتهم. وأخيرا، فإنهم من أجل إظهار خاصية الموثوقية قاموا بوضع نظريات الخبر وقبول الأخبار ومدى الثقة بالأخبار التي تنقل. وعليه فإن العلوم الإسلامية قامت بوظائف مهمة في أيامها في إطار السؤال الذي سألناه. العلوم الإسلامية في الأصل بنيت على ثلاثة نقاط. الأولى، علاقتها بالنص المؤسس، بالوحيين القرآن والسنة. والثاني، علاقتها بالرأي والعقل. والثالثة، الأجوبة التي تقدمها هذه العلوم الإسلامية لإشكالات الزمن الذي توجد في هذه العلوم. وهذه الثلاثة مجتمعة تشكل الأصول، المنهج، حيث تشكل هذه النقاط الثلاثة أصول الدين، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث. فالأساس الذي يجب الوقوف عليه والتفكير هو العلاقات الثلاثية في هذه النقاط، وعدم إفراغها من معناها أو تجميدها. فعندما تقولون بأن العلماء سابقا قد أسسوا العلاقة مع النص الموحى به
وعليه فلا يجوز القيام بأي تأويل جديد، فإنكم في الحقيقة تقومون بإعدام هذه المسألة والقضاء عليها. وعندما نقيم هذه العلاقة الثلاثية فإننا سنكون قد حققنا بالفعل الخاصية الوجودية والمشروعية والمعقولية والموثوقية. من أجل تقديم الجواب الثاني لسؤال بحثنا الأساسي، ماذا تقدم العلوم الإسلامية لنا اليوم؟ لابد من الغموض، من الغوص عميقا في القرن الخامس والسادس. عهد الجويني والغزالي والباقلاني والرازي في هذين العصرين. لقد تشكلت العلوم الإسلامية بمصطلحاتها وأدبياتها في هذه الفترة الزمنية مجددا، وتطور كل علم في القرن الخامس. كذلك فلقد التقى علم الكلام بالفلسفة، وعلم الأصول بالمنطق والفلسفة التحليلية. كذلك ظهرت حركات الترجمة، وتعرف المسلمون كذلك على العلوم المختلفة كالفلك والطب ونحو ذلك. وهكذا فإن العلوم تطورت وتكاملت مع بعضها مع تطور المجتمعات. وعليه فإن عهدا جديدا بدأ، وهذا العهد قد جلب معه ميزات عدة، حيث نظمت العلاقة بين العلوم وبين الوحي، حيث تكونت متون مؤسسة ككتب الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وكتب المذاهب الكبرى، رسمت حدود العلاقة بين الرأي والعقل مرة ثانية، تم تنظيم عملية الاجتهاد، تكونت المذاهب الفقهية والعقادية واستقرت، لا سيما المذاهب في أهل السنة والجماعة، وظهور مناقشات عميقة في التصور الكلي للعلم. في هذه الفترة نلاحظ ظهور تصنيف الجديد، وتقسيم العلماء إلى متقدمين والمتأخرين، ونلاحظ ولادة نوعين من السلفية بمعنى إيجابية. فإذا قبلنا السلفية الأولى، العصور الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، على أنها هي الأساس فهي تشمل القرون الثلاثة. وإذا استعملنا السلفية الثانية أساسها فهي تشمل القرون الستة الأولى، المتقدمون. ثمة من كان يدقق في هذا التصنيف، فهناك من يقول ما أبقى متقدم لمتأخر، وهذا كلام مشهور. وبعضهم قالوا الغلو في تعظيم الأوائل غير محدد في الشرع والعقل، واعترضوا هذا. ولا سيما من بين شخصيات التي خرجت على هذا القبول إمام الغزالي نفسه. إن الغزالي شخصية مهمة، صاحب مشاريع كبرى، وقد تناول هذه المسألة في عدد من كتبه، حتى كإحياء علوم الدين، ميزان العمل. الغزالي هو الذي لخص في كتبه ما جرى في العصور الخمسة السابقة، وفي نفس الوقت أثر على القرون الخمسة اللاحقة وما بعدها رحمه الله. ففي مقدمة كتاب إحياء علوم الدين نراه يقول منتقدا حال العلم الذي صار إليه، وأيضا في المنقذ من الضلال، ويقول في مقدمة إحياء علوم الدين: فأما علم طريق الآخرة
وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا، فقد أصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا منسيا. ثم يضيف مبينا أنه بقي من العلوم سلاسة أمور: الأولى فتاوى حكومة تستعين به القضاة، والثاني الجدل للمباهات بين العلماء، والثالث الوعظ المزخرف يستغلون به الناس. تقسيم الغزالي في مقدمة إحياء علوم الدين. وفي ميزان العمل هو يستخدم هذه الجملة: العلوم العقلية كالأغذية وعلوم النقلية كالأدوية. وهذا التحليل منه مهم جدا لزماننا المعاصر، فنحن أحيانا نقدم الدواء لأولادنا على أنه غذاء، ولكن هذا الأمر قد يتحول إلى السم. الاعتراض الثاني على تقسيم العلماء إلى متقدمين ومتأخرين يأتي من ابن خلدون. فالمشكلة التي نتكلم عنها اليوم قد تناولها ابن خلدون بالبحث في الفصل السادس في مقدمته. وتقييم ابن خلدون في تصوري مهم في تصنيف العلوم الإسلامية، إلا أن تقييم ابن خلدون للمسألة ينبع عن كونه ينظر إلى المسألة على أنها مشكلة حضارية وعمرانية أكثر من كونها مشكلة علمية. يبين ابن خلدون أولا أن العلم والتعليم جزء طبيعي في العمران البشري، ويبين أن العلوم لن تتقدم مع خراب العمران والحضارة. أكرر هذه الجملة: أن العلوم لن تتقدم مع خراب العمران والحضارة. وإذا فقد البحث العلمي فإن العلوم تفقد هويتها وأهدافها وغاياتها. ويقول أمرا ملفتا للنظر، وهو أن هذا سيؤدي إلى غياب المعاني والمقاصد على حساب الألفاظ والمباني. وهناك اعتراضات أيضا على هذا التقسيم من الشاطبي والعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم، وهذه الاعتراضات تأخذنا إلى نتائج مختلفة في هذه المسألة. لضيق الوقت سأحاول أن ألخص: مع قدوم العصر الحديث ظهرت محاولات بحثية جادة تحت عنوان تجديد العلوم، إعادة بناء العلوم، تجديد في العلم، ومحاضرتنا ومؤتمرنا اليوم تحت عنوان التجديد في الدراسات الإسلامية. لقد قام ابن عاشور بكتابة كتاب يحمل عنوان أليس الصبح بقريب كجواب عن هذا السؤال: ما الذي يمكن أن تقدمه العلوم الإسلامية اليوم؟ وبين أن السبب في تخلف العلوم الإسلامية يكمن في الخوف من مخالفة المتقدمين. وحتى نظمت مؤتمرات دولية في هذا المجال، وسأسرد عليكم بعض من محاولات البحث الجديدة هذه. فمثلا هناك في جامعتي الزيتون والأزهر محاولات لتجديد المناهج الدراسية، وقد شهدنا مثل هذا أيضا في فترة الدولة العثمانية. فهنا في إسطنبول أسست كلية باسم كلية دار الفنون في إسطنبول، وكان نوعا من الجواب عن هذا السؤال. وكذلك الحال بالنسبة للجامعة الإسلامية في ماليزيا. أما كليات العلوم البشرية والإنسانية في الجزائر وفي تونس وفي المغرب فهي أيضا نوع من الجواب على سؤالنا. أما الأبحاث التي تتناول الإحياء والتجديد والإصلاح الداخلي
فهي كلها تجليات لسؤالنا الذي انطلقنا منه. وعندما ننظر إلى هذه الأعمال والجهود بشكل كلي، فإننا نلاحظ وجود أربع اتجاهات تحوم حول الجواب عن سؤالنا، وسألخص العناوين فقط وسأختم كلمتي بهذا. الاتجاه الأول وهم المكتفون بالتراث أو الكلاسيكيون الجديد، وهم الذين يحاولون أن يقيموا العلاقات بين العلوم الإسلامية بناء على مذهب معين أو إمام معين. واتجاه ثانية، اتجاه المتشدد بالتمسك بظواهر الكتاب والسنة، ويقيمون العلوم الإسلامية على علوم الأربعة أو خمسة فقط. الاتجاه الثالث هم الذين يعملون على تجديد العلوم الإسلامية من داخل ثوابت الدين، من داخل الأصول. وهناك اتجاه الرابع، وهم يحاولون التجديد من الخارج، وهذا وفيها مشاكل كبرى كما تعرفون. إن الاتجاه الأول يريدون أن يقدموا شيئا غير إنشاء علاقة بين القديم والجديد، والاتجاه الثاني يريدون إعادة إنشاء علاقة مباشرة مع النص. والاتجاه الثالث هم أهل التجديد، والاتجاه الرابع الذي أشرنا إليه بأنه خارج الأصول، فقد جلب معه بعض الإشكالات، حيث تحولت النقاشات من النقاشات العلمية إلى نقاشات حول الإيمان، وهذا ما دفع أهل الاتجاه الأول والثاني إلى مزيد من التمسك بمناهجهم. ومن طرف آخر، فإنه لم ينظر بعين الأهمية إلى الجهود التي بذلها الاتجاه الثالث. سمة تحركات تعمل على الجمع بين القديم والجديد وبناء علاقات صحيحة بينهما وإقناع المسلمين بذلك، لكن ما يقوم به الاتجاه الرابع جعل من كل هذه بلا فائدة. وبارك الله فيكم، وأشكر لحسن الاستماع، وأحييكم جميعا مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا دكتور، وشكر الله لكم على هذا البحث القيم وهذه المعاني التي هي تأكيد على أهداف ومقاصد هذا المؤتمر، ولعلها تكون إن شاء الله محل توافق من أجل أن نحقق بعض الأفكار التي طرحتها والتي طرحها قبلك الدكتور عمار. مشكورا، شكر الله لكم وبارك فيكم. قبل أن ننتقل إلى الدكتور عمر مكي، أود أن أنبه أن الإخوة من أراد منكم المداخلة يمكن أن يكتب اسمه ويوصله إلى إدارة الجلسة، أو بعد ذلك يرفع يده، وإن شاء الله نتيح المجال لكم بعد انتهاء بحث الدكتور عمر وملخص الدكتور حسن للتداخل، ثم نفسح المجال للأستاذ قرماز وللأستاذ عمر مكي للتعقيب. ننتقل الآن إلى البحث الثاني للدكتور عمر مكي. وقبل ذلك أيضا لابد من التعريف بالدكتور عمر مكي. هو من مواليد الفلوجة سنة 1968، بكالوريوس في العلوم الإسلامية من جامعة بغداد سنة 1990، ماجستير من جامعة العلوم الإسلامية في عمان بالأردن، دكتوراه من جامعة العلوم الإسلامية في عمان بالأردن في تخصص الحديث النبوي، وهو الآن مسؤول القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق. تفضل دكتور. حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى وبياكم. عنوان البحث هو فوضى التجديد المنفلت في فهم السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن الانحراف المنهجي والعقلي في فهم نصوص الوحي يلجئ أصحابه بأن يستتروا ويتدثروا بمصطلح تقبله الناس، وذلك بغض ترويج باطلهم وانحرافهم. وقد كان مصطلح التجديد قد ناله الشيء الكثير من المراوغة والمخاتلة، وحاله كحال مصطلح الحداثة والتنوير والعصرانية والعقلانية ونحوها، وهو من المسالك التي اتبعوها وقصدوا استعمالها من أجل إقصاء السنة المشرفة وإحلال العقل محلها وإسقاط قدسيتها تحت غطاء التجديد تلبيساً وإيهاماً لإقناع غيرهم بالاقتداء بهم، وقد ضل من كانت العميان تهديه. والغاية العظمى عندهم هي توسيع مفهوم الحرية في تفسير الحديث الشريف والتلاعب بمدلولاته وجعله تراثاً غير ملزم، وتسويته باجتهادات البشر، وجعل الواقع والتاريخ المعاصر معياراً وحكماً فصلاً عليه، فأوجدوا بذلك تجديداً منفلتاً وحداثةً عرجاء، وتبديلاً لمفاهيم الإسلام، وزعزعةً لثوابته، وتزييفاً لوعي أهله. ومما ينبغي ذكره قبل الدخول في موضوع فوضى التجديد المنفلت تحرير مدلول التجديد في أصل معناه اللغوي والدلالي. قال ابن فارس في مادة جدة: يقال ثوب جديد وهو مأخوذ من القط، كأن ناسجه قطعه الآن، هذا هو الأصل، ثم سمي كل شيء لم تأتي عليه الأيام جديدا، ولذا يسمى الليل والنهار الجديدين، لأن كل واحد منهما إذا جاء فهو جديد. والتجديد يبعث في الذهن تصوراً تجتمع فيه ثلاثة معاني متصلة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، ويستلزم كل واحد منها المعنى الآخر. أولها أن الشيء قد كان في أول الأمر موجوداً وقائماً وللناس به عهد، وثانيها أن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلا وصار قديماً خلقاً، وثالثها أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى ويخلق. وعليه فالمعنى الشرعي للتجديد هو إحياء ما درس من تعاليم الدين، وليس هو بإعادة صياغته والتحكم في تعاليمه. ومما ينبغي أن يعلم هو أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة السماوية الوحيدة القابلة للتجديد، لأن التجديد لا يكون إلا بالنسبة لشيء قائم، وهذا لا يتأتى الآن إلا بالنسبة للشريعة الإسلامية وحدها. وأما اليهودية والنصرانية فهي غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال. والمنهج النبوي في التجديد والتغيير والبناء الحضاري وكيفية تعامله مع الواقع قد استوعب مراحل المجتمعات البشرية من حيث النهوض والسقوط والحركة والركود، واحتوى على الحلول والإجابات الكاملة لأصول المشكلات الإنسانية والاجتماعية وكيفيات التعامل معها، وإلا فكيف استحق أن يكون خالداً وأن يكون محل الأسوة والاقتداء. ويغلب على أصحاب فوضى التجديد تخصصهم بالمنهج الغربي ونظامه المعرفي وأدواته البحثية، فهي تجدد دائم يدوس أصنام الصيغ في مسار طويل، فشأنها أنها غضة الأماليد أبدا، إذا فلا قوالب ولا أنماط ولا مناهج ثابتة، بل تبدلية عاملة دائبة، وكل توقف في التكيف داخل في أطر يصيب الأفراد والجماعات. ومن أشهر رواد فوضى التجديد العلايلي ومحمد أرجون وحسن الترابي والجابري وحسن حنفي وعبد المجيد الشرفي ومحمد شحرور، ويكادون يتفقون على اختلاف بلدانهم على أن تفهم نصوص الوحي من منطلقات تاريخية مقيدة بزمن نزولها ومكانها، وأن مضامين نصوص الوحي عندهم لا تتخطى الأزمنة والأمكنة، وقراءة وحي السنة تتنزل على المتغير والمتحول، والسنة النبوية عندهم ليست سنة كل العصور والزمان والأزمان. ومن هنا فإن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم، هما من القواعد التي تفسد عليهم فوضاهم. فيقول خليل عبد الكريم: نحن لا نسلم بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن فيها إهداراً للسبب
وفي رأينا هذه القاعدة تدخل في باب الحيل وبنحوه يقول الشرفي والغنوشي، فهذا الكلام باطل يرده إجماع العلماء على العمل بنصوص لم تختص بأسبابها. قال الإمام القرافي: لو كانت العموم تختص بأسبابها لاختصت آية اللعان وآية الظهار وآية السرقة بأسبابها، وهو خلاف الإجماع، لأن غالب عمومات الشريعة لها أسباب فيلزم تخصيص أكثر العمومات. وقال ابن حزم: فإن قيل وما الدليل على تمادي الحكم مع تبدل الأزمان والأمين؟ قلنا: وبالله التوفيق، البرهان على ذلك صحة النقل من كل كافر ومؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بهذا الدين وذكر أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن دينه هذا لازم لكل حي ولكل من يولد إلى يوم القيامة في جميع الأرض، فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال، حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى. ولذا يتلاعب أصحاب التجديد الفوضوي بالنصوص المعينة للحكم المعين، فيقول العلائلي: إن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيا بل بغاياتها، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها. ويقول الجابري: إن الحلول للمشاكل الجديدة لا يتوصل إليها بالاجتهاد القديم بل بتجاوزه بالتحرر من عوائق التقدم فيه، وهذا إجمالا هو مضمون الحداثة، إن الحداثة في جوهرها ثورة على التراث القديم من أجل خلق تراث جديد. ويقول حسن حنفي: لا يوجد دين في ذاته بل يوجد تراث لجماعة معينة ظهر في لحظة تاريخية محددة ويمكن تطويرها طبقا للحظة تاريخية قادمة. ويظن أصحاب فوضى التجديد أن مرونة الشريعة لا تتأتى إلا عن طريق إهدار جزء كبير من السنة، وفاتهم أن هذه الحلول الجزئية الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أحكام شرعية صادرة بناء على علل تدور معها وجودا وعدما، والمستشرقون لا سبيل لهم لتغيير الدين وشرائعه إلا عن طريق إخضاعه لحكم العقل، وهذا هو المذهب، هو ما يسمى عند المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلي، وهم وإن لم يغيروا به جزئيات الأحكام الشرعية إلا أنهم استعملوه في شر من ذلك، وهو دراسة الألوهية وما يتصل بها من العقائد. وعليه استعمل فوضويو التجديد المنهج التفكيكي في فهم نصوص الوحي وإعطاء سلطة فهم النص وتفسيره للواقع وجعل العقل حاكما وقاضيا. ومن أمثلة ذلك تقسيم محمد شحرور السنة النبوية 5 أقسام، جعل القسم الأول أحاديث الشعائر والطاعة فيها واجبة متصلة للرسول حيا وميتا، والقسم الثاني أحاديث الإخبار بالغيب وشحرور يعدها مرفوضة كلها، والقسم الثالث أحاديث الأحكام وشحرور يراها تحمل الطابع التاريخي التنظيمي المرحلي ويراها غير ملزمة وإنما هي للاستئناس سواء كانت متواترة أم غيرها. والقسم الرابع هي الأحاديث القدسية، وهي الأحاديث التي تتضمن قولا لله تعالى في أمر من الأمور الغيبية وهو يراها مرفوضة. والقسم الخامس أحاديث حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وهو يراها غير صالحة للائتساء في كل زمان ومكان. لقد أثبت شحرور في فوضى تجديده ما ينيف على شوامخ الأطواد من الجهالات والضلالات التي لم يسبق بها، ومظان وهمه وخطله كانت على النحو الآتي: أولا، تصنيف الأحاديث النبوية تصنيفا خماسيا دالا على عدم معرفة بالسنة لا دراية ولا رواية، ومن المعلوم أن التمسك بالسنة المشرفة يسير بها التابع بياض المحجة، بينما نرى شحرورا فيها يخبط خبط عشواء. ويزيد على ذلك أنه يجعل شرط أخذ مرويات الغيب الواردة في الأحاديث النبوية بأن تدخل دائرة معارفنا بالمشاهدة، فهو يشترط قبولها بأن تقع تحت الحس بها. وهو يرى أن السنة النبوية من خصائصها أنها قرارات نابعة من الظرف الموضوعي المعاش في المجتمع العربي في العصر النبوي،
ويعني بقوله هذا أن السنة النبوية أدت دوراً تاريخياً ماضياً وهي الآن غير فاعلة ولا حية في الواقع. قال الغزالي وقال الإمام الغزالي: والسلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف بها إلى يوم القيامة. ثانياً، ظنه المرويات الضعيفة الواردة في الأحاديث القدسية الصحيحة، ولذا ردها من هذا المنطلق كما فعل مثلاً في حديث الديك. ومن طرائق تجديد شحرور الباطل في رفض السنة المطهرة قوله بأن القرآن الكريم أنزله الله تعالى مفصلا، وورود الأحاديث التي لم تذكر في القرآن الكريم هو دليل على عدم صحتها وعلامة على رفضها. وبلغت به جراءة شحرور بأن قرر بأن السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية ليست وحيا، وجعل الذين استشهدوا بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قد استشهدوا في غير محله وموضعه. وبين أن الضمير المنفصل هو في الآية يعود على القرآن الكريم وليس شاملا للسنة النبوية. وشحرور بكلامه هذا يدلل على عجمته وضعفه في علم العربية، وبيان ذلك من أمرين: الأول من خلال مجيء حرف الجر عن في الآية وليس بالباء، والأمر الآخر هو أن الضمير المنفصل هو عائد على المصدر المفهوم من الفعل، وهو كقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال سيبويه في الكتاب: ومثل ذلك قول العرب: من كذب كان شرا له، يريد كان الكذب شرا له، إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله كذب في أول حديثه فصار هو. وقال ابن القيم: ثم قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ينزه تعالى نطق رسوله أن يصدر عن هوى، وبهذا الكمال هداه ورشده. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق، ونفيه عن النطق نفسه، فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، أي ما نطقه إلا وحي يوحى. وبحجة شحرور الداحضة يستدل حمادي ذويب، ويرد على ما قاله ابن حزم الظاهر الذي أصاب في استدلاله، ولكن أن لمن غابت عنهم علوم العربية وفهم أساليب الخطاب أن يميزوا بين الخطأ والصواب. ثم زاد ذويب من ضعف حجته بقوله: كما أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعتبروا في أي ظرف أن الأحاديث النبوية وحي. ويكفي في بطلان هذا القول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك مسلم في صحيحه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وهذه لفظة البخاري وفي لفظة مسلم الصادقة، في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فقد أطلقت الصديقة رضي الله عنها مفهوم الوحي على الرؤيا الصالحة والصادقة على منام النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الأنبياء وحي، بدليل قول إبراهيم عليه السلام لابنه: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ومما هو جدير بالذكر أن أصحاب التجديد الفوضوي لا يعدون السنة النبوية الأصل الثاني في تشريع الأحكام. يقول الشرفي: إن أحكام السنة غير ملزمة في التشريع، وينبغي أن لا تعامل معاملة النص القرآني. ومن شدة نكرانه ورده للسنة المطهرة استجهاله المتعمد للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيقول: وفي كثير من الأحيان يروى الحديث عن أشخاص لا نكاد نعرف عنهم شيئاً، ويختلف حتى في أسمائهم، ومن أشهر هؤلاء نذكر أبا هريرة. ثم يزيد على ذلك الشرفي بالإنكار على عد حبر الأمة وترجمان القرآن
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كونه صحابياً، ولذا ينكر تحمله روايات الحديث لأنه في نظره كان في سن لا تسمح له بالتمييز. ووهاء هذا الكلام وبطلانه هو أيضاً ظاهر، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد في الشعب، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. ويؤيد هذا وينصره ما رواه الإمام أبو عبد الله البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت راكباً على حمار أتاني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير للتدليل على ثبوت صحبته وتحمله وأدائه لمرويات السنة المشرفة. قال الحافظ الذهبي في ترجمة ابن عباس: مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من 30 شهراً، وحدث عنه بجملة صالحة. ولو سئل الشرفي عن أول سن له في تعليمه في المدرسة لأجاب من غير شك بأنه كان في عمر 6 أو 7. فلماذا ينكر تحمل الحديث وأداءه من ابن عباس وسنه أعلى من سن الناكر في تحمله؟ وابن عباس كانت مدة صحبته المميزة 30 شهراً، أي مدة 2.5 سنين. ثم إن العلماء أجمعوا على قبول أن يتحمل الصبي للرواية وأدائها بعد البلوغ، كما في أحاديث ابن عباس وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير والضحاك بن قيس والسائب بن يزيد وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم إن المحدثين من دقتهم يفرقون بين تحمل صغار الصحابة الحديث وتأديته قبل البلوغ وبين تأديته بعد البلوغ، فيعدون الأول من المراسيل كحال رواية كبار التابعين، ويعدون النوع الآخر من قبيل الموصول. قال الحافظ ابن حجر: ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أشهر وأيام كما ثبت في الصحيح. وأكتفي إلى هنا بسبب ضيق الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عمر وجزاك الله خيرا، ونعتذر لكن ضرورات إثارة الجلسات، وما ذكرت من أمثلة كثيرة جدا، وإن شاء الله تكون ضمن أعمال المؤتمر. المهم أن الفكرة العامة والتوصيف الأساس للفتوى للتجديد غير المنضبط والمنفلت قد وضحت من خلال الخطوط العامة والنماذج التي ذكرتها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الآن اسمحوا لي في دقائق لقراءة ملخص سريع من بحث الأستاذ الدكتور حسن يشو. الدكتور حسن يشو لظروف طارئة لم يحضر وأرسل لنا البحث وخولنا أن نختصر منه، فتحملت المهمة لأمرين: العلاقة والصداقة والأخوة والمحبة التي بيننا والتجارب السابقة في المؤتمرات العلمية، ومن ثم إدارة الجلسة. وحسبه أن أركان المربع الثلاثة موجودة هنا اليوم: الشيخ عبد الحكيم السعدي، الدكتور يوسف الصديق، والدكتور محمد آيدين، وفقط الضلع الرابع في المغرب، فسأقوم بهذه المهمة عنه. عنوان بحث الدكتور حسن يشو، قبل ذلك عذرا التعريف السريع أيضا. الدكتور حسن من مواليد المغرب سنة 1965، خريج دار الحديث الحسنية بالرباط تخصص القرآن والحديث، حاصل على شهادة الدكتوراه من شعبة الدراسات الإسلامية وعضو رابطة علماء المغرب، يعمل الآن أستاذا للأصول والمقاصد في كلية الشريعة بجامعة قطر. عنوان بحث الدكتور حسن هو: مفهوم التجديد في العلوم الإسلامية، معايير وضوابط. واختار مبحثا تطبيقيا هو علم مقاصد الشريعة، وعنوانه الثاني الفرعي: فصل المقال في تحرير المقاصد من التبعية إلى الاستقلال. يقول الدكتور: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبحكمته تستقيم العقول الراجحات، والصلاة والسلام على الصادق الأمين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
إن علم مقاصد الشريعة يعنى بالمصالح والمفاسد والموازنة بينها، ويكشف عن أسرار الشريعة وعللها في الكون والحياة والتشريع والاجتهاد، ويظهر محاسن الإسلام ومكارم الشريعة كما قرره كثير من العلماء، ومنهم القرطبي رحمه الله في قولته المشهورة: ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية. ويستشهد طبعا بنصوص منها لابن رشد الحفيد، ثم ينتقل فيقول: وعلم المقاصد من الموضوعات الحيوية التي تمس الحاجة إلى تحقيق القول فيها وتنزيلها على المستجدات الفقهية وإعمالها في الفتوى والاجتهاد، ولا يجوز تعريضها للإهمال. ويمكن أن أجزم بأن الرأي الغالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى هو مع الإعمال والتنزيل، إذ صارت الدراسات المقاصدية ملحة، ولكن وقع الاختلاف في وسمه أي علم المقاصد بالاستقلال أو بقائه خاملاً تابعاً متصلاً بأقطاب أصول الفقه. هذا يظهر رأي الدكتور وتوجهه في هذا الموضوع، وما زال الموضوع يؤرق الدارسين المختصين في اللحظة التاريخية بين من يقتصر على تبعية المقاصد لأصول الفقه فيستريح ويريح ولا ينفك عن مباحثه ومسائله، وعلى الرغم من قبول التجديد فهو إعادة صياغة أصول الفقه وأسلوبه وخطابه وتقسيماته وأمثلته وفاقا لمقاصده. هذا القسم الأول. وبين من يرى استقلاله وأحقيته بأن يكون علما قائما بنفسه بعد أن نضج واستوى على سوقه وأخذ مكانه الطبيعي على سواء بين سائر العلوم، بيد أن ثمة إشكالات نستبعدها ابتداء، حيث إن عددا من الدارسين لم يكونوا مختصين بتصنيف العلوم ومراتبها وآلياتها، فاقترحوا افتياتا على العلم الدقيق وجددوا متعارضين مع قطعيات الأصول الصلبة، فأوهت قرن الحداثة المزيفة وعلى الثوابت، فنظائر هؤلاء لا يتوجه إليهم حديثنا هنا ومناقشاتنا هناك تبعا، وإنما ينصب أساسا على المعنيين بهذا الخطاب من داخل المدرسة الأصولية والمقاصدية، آل بيت هذا العلم الأصيل والفن الأثيل، الساكنين في عشه والقابعين في برجه تحت صرحه والمتربعين على عرشه المكين. ثم يأتي باستشهادات لما يقول ولما يرى من استقلالية علم المقاصد من الأئمة المتقدمين من الشاطبي ومن بعض المحدثين، ثم ينتهي: إن هذا البحث يدخل في مسمى التجديد على مستوى العلوم الإسلامية، فعلى صعيد الفقه الإسلامي بتقديم أحكامه بمقاصدها، والأصولي بترسيخ مباحثه وتصفيتها من الدخيل، والمقاصد باستقلاله وإثرائه في قواعدها ومصطلحاتها ومنهجها. هل المقاصد تخلقت في رحم التي تخلقت في رحم الأصول مكتوب عليها البقاء للأبد في الرحم نفسه، أم أن لها حق الانفصال وإعلان الاستقلال فيدرالية يعني؟ ما أهم المبررات في أن تبقى المقاصد ضمن مباحث الأصول؟ وهل الاستقلال يفسد علاقة العلمين؟ ما مسوغات الانفصال والتحرر؟ وهل فعلا تصدق المبادئ العشر على علم المقاصد؟ وغيرها من الأسئلة التي تولى البحث أو الباحث عفوا الإجابة عنها في هذه الدراسة. وقد جاءت هذه الدراسة لتحقق الأهداف الآتية: أولا، بيان حجج من يبقي مادة المقاصد تابعة للأصول ومتصلة به. ثانيا، بيان حجج من يحرر المقاصد من التبعية إلى الاستقلال. ثالثا، جريان المبادئ العشر على علم المقاصد. رابعا، إيضاح المقومات والمفاهيم التي يقوم عليها علم المقاصد كالتاريخ والأقسام والمصادر والأعلام والقواعد والمنهج والمصطلحات ذات الصلة. هذه خلاصة بحث الدكتور، وإن كان لي يعني أمون على الدكتور لم يذكر الاتجاه الثالث، وهو الذي لا يفصل المقاصد عن الأصول ولا يبقيها في ضمن السياق المعتاد لعلم الأصول، وإنما يوجد بينهما جسراً وعلاقة كما وجدت العلاقة بين السياسة الشرعية والفقه، والله أعلم. نفتح الآن باب المداخلات لمن أراد أن يتداخل مع ملاحظة
بيان الاسم والوصف في حدود دقيقتي، وأن تكون المداخلة مركزة ومباشرة للفائدة. بارك الله فيكم. نبتدئ مع أول ورقة. كنا ننوي البدء من اليمين، لكن وصلتنا ورقة الدكتور محمود علي سرطاوي، فليتفضل مشكورا، عميد كلية الشريعة الأسبق في الجامعة الأردنية وعضو مجلس الإفتاء الأردني. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. أنا أشكر المحاضرين الأستاذين الكبيرين على ما تفضلا به، ولكن في نقطة نظام مهمة من وجهة نظري، وهي أن نتكلم عن الأطر المفاهيمية للتجديد. لأننا إذا ذهبنا إلى يعني أمور خاصة سينتهي مؤتمرنا في الرد على جوانب وأفراد. نحن نريد أن لا يأخذ أحد منا الوقت، الوقت ثمين، ونحن نحتاج إلى أطر كلية مفاهيمية أساسية ننطلق منها. وقد تفضل الأستاذ الدكتور محمد كرماز في هذا الموضوع فوضع أطراً أساسية. ما علاقة التجديد بالوحيين؟ ثم نحن أيضاً لابد من أن تكون هناك أصول واضحة عندما نتكلم عن الوحي. نتكلم لابد أن نتكلم عن المفاهيم المقاصدية والمآلات، لابد أن نتكلم عن كيف نفهم الجزء في ضوء الكل. يعني أنا عندي أحياناً حكم جزئي، وعندي في المقابل حكم كلي أساسي. مثلاً إذا تكلمت عن العدل هو حكم كلي، إذا تكلمت عن الرحمة حكم كلي، إذا تكلمت عن المساواة هي حكم كلي، مبادئ كلية أساسية أو التكافل. قد تأتي عندي بعض الأحكام الجزئية وقد يدل عليها يعني دليل جزئي وإن كان نصا صحيحا، ولكن لابد أن أفهم الجزء في ضوء الكل، في ضوء المفاهيم الكلية الأساسية. ثم أيضا لابد أن يعني أن أعمل بحيث أنزل الأحكام على الواقع. أنا أتعامل مع الواقع، فقهاءنا السابقين تعاملوا مع الظروف الزمانية والمكانية الموجودة، وهذا الظرف الزماني والمكاني تجد أن قواعد التشريع وضعت قواعد أساسية، ما يتعلق بالضرورات، ما يتعلق بالحاجيات، ما يتعلق بالأمور الأخرى. ولهذا نقول التدرج التشريعي انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التدرج التربوي هو قائم إلى يوم الدين. فرق بين موضوع التدرج التربوي وبين التدرج التشريعي. التدرج التشريعي انتهى، ولكن الشارع أعطانا صورا كثيرة في القرآن وجعلها نصا في القرآن كيف نطبق التشريع وفق الواقع الموجود. ولهذا دائما ندرس في المقاصد، فنتكلم عن ضرورة ولها أحكام، ونتكلم عن أمر حاجي وله أحكام، ونتكلم عن أمر تحسيني وله أحكام. ولهذا كيف ننزل الوقت. وأريد أن أقول أيضا في الإطار المفاهيمي، نحن نريد أن نعمل بناء تراكميا على التراث الفكري الإسلامي، ولكنه تراث فكري ما دام أنه آحاد من الآحاد، تراث فكري وليس أمرا مقدسا. كما أنهم اجتهدوا وكان الفقيه الواحد منهم في بلد ما يجتهد برأي معين، فإذا انتقل إلى ظرف آخر يغير الحكم الاجتهادي في نفس الزمان. وبالتالي لا نريد بعض أنماط الاجتهاد التي تنظر إلى التراث تقدسه، وبمعنى تقول أنه لا يجوز لك أن تأخذ عن رأي المذاهب الأربعة، وكأن رأي الحسن البصري ورأي فلان سفيان الثوري ورأي فلان وإلى آخره والأوزاعي كأنها ليست آراء في الدين، ثم كأن الرأي إنما يكون لأولئك، وأما الذين يعيشون واقعهم فينبغي أن يقضوا بأحكام هي وجدت في أزمنة أخرى. بارك الله فيك دكتور. حقيقة لم نأخذ الأطر الأساسية في كيفية التجديد ولا نذهب إلى الأمور الجانبية، وإلا معنى ذلك سننفق وقتنا في أمور كثيرة، وسيخرجون لنا أمورا كثيرة. اليوم يخرجون شحرور، وغدا يخرجون فلان، وغدا
وهكذا سنشغل بهؤلاء عن التجديد الحقيقي. أنا أرى أننا أن نسير في الإيجابيات بارك الله فيك. وأن نترك بعض الجوانب السلبية التي تريد أن تشغلنا ليشتغل بها الأفراد، ولكنها ليست إطارا مفاهيميا كليا نعمل التجديد على أساسه. شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور، جزاكم الله خير. الآن مع الأستاذ الدكتور عمار طالبي، تفضل أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر أستاذ الدكتور محمد كرمار وزير الشؤون الدينية سابقا على محاضرته، ولا أريد أن أشيد كثيرا بالثناء عليه، وإنما أريد أن أشير إلى أن ما ذكره من طريقة المتقدمين والمتأخرين خاصة بعلم الكلام لا بعلوم أخرى، لم يتكلم بهذا الشكل عن العلوم الأخرى. ثانيا، أشرتم إلى العلوم الكونية، نحن أصبنا في سقوط الحضارة عندما فصلنا بين العلوم الشرعية والنقلية والعلوم الكونية فتأخرنا، وأخذ غيرنا يتقدم في هذه العلوم، ونحن اكتفينا بالدراسات اللغوية والشرعية وبقينا هكذا إلى يومنا هذا. الجامعات الإسلام لم يكن هناك فرق في العلم، كلمة العلم في القرآن، بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية، وهذا الفصل في التربية الذي بدأناه حتى في الجامعة المستنصرية فصلوا بين هذا، وهذا هو سبب في تأخرنا اليوم في العلوم والتقنية. تركنا العلوم لغيرنا مع أننا نحن وضعنا المنهج العلمي، مثل ابن الهيثم البصري يا أيها العراقيون، هذا الذي غير المنهج الفيزياء وانتقل إلى اللاتينيين وترجموا هذا الكتاب، كتاب المناظر، واستفادوا منه، وزعم بعضهم أنه له. ولذلك فنحن إذا أردنا أن نعيد العلم في مكانته الحقيقية عندنا في الجامعات لا نفرق بين العلوم الشرعية في جانب والعلوم الأخرى في جانب آخر في جامعاتنا، كما هو الحال إلى يومنا هذا. وقد حاولت لما كنت مدير جامعة العلوم الإسلامية بقسنطينة أن أجمع بين هذه، فقالوا إن هذا السيد جاءنا بجامعة السوربون، وأنكروا علي ذلك لما أدخلت مبادئ الفيزياء والرياضيات في السنة الأولى ليكون العالم في الإسلاميات يعلم حقائق العلوم اليوم ولا يفسر القرآن تفسيرا لفظيا لا معنى، فلم يطلع على أي مبدأ من مبادئ العلوم اليوم الأساسية، ولهذا يبقى في جانب التفسير اللفظي للقرآن وفي الحديث، وهذا لا يليق بعالم المسلم الحقيقي. هذا الذي أردت أن أشير إليه. ثم لا أطيل الأخ الكريم الأستاذ عمر مكي يقول عبد المجيد الشرف ليس شرفيا، ينطق عنده الشرفي، هو أقرب إلى الشر منه إلى الشرفي. ولذلك أشكرك على أنك أحطت بما زعم هؤلاء من الحداثة والتجديد، وقالوا إن القرآن رفعت عنه القداسة وجعلوه كأي كتاب أدبي أو شعر يعبر عن عصره وينتهي، وهذا هو الخطأ الكبير، رفع القداسة عن القرآن وجعله كأي كتاب أدبي آخر، وهذا هو الخطأ الكبير. نحن لا نقبل أن نرفع القرآن مقدس وإله ووحي وكلمة الله، وليس كتابا نتج في مجتمع العربي ومثل العرب في زمانه. والسلام عليكم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الله يحفظكم. المداخلة الأخيرة، واعذرونا لضيق الوقت، سؤال وأرجو أن يكون سريعا مباشرا للدكتور عاطف نموس، فليتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب وقت. مع الشكر للدكتور كرماز والدكتور عمار مكي على الورقة التي تفضلوا بها، لكن حقيقة هنالك رؤية للربط بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية. هذه العلوم أساسا لا تنفصل عن بعضها البعض. كثيرا من الدول التي فرضت العلوم الكونية جعلت لها متطلبات عامة
دعني أتكلم على مستوى التعليم الجامعي ويتبعه حتى التعليم المدرسي. في كل بلد نجد ما يسمى الثقافة القومية أو الثقافة الوطنية أو التربية المجتمعية أو ما يتعلق بالسلوك العام الذي يؤطر هذا العلم الكوني وفق السياسة التي تريدها هذه الدولة أو يريدها القائمين على السياسة في هذه البقعة الجغرافية أو تلك. فعلومنا سواء كانت في السياسة، في الإعلام، في الهندسة، نجد في كل التخصصات ما يعادل 30% من ساعات الدراسات على مستوى البكالوريوس هي عبارة عن متطلبات عامة تمثل السياسة العامة لهذا الشيء. فإسلامياً أو كما نحن نصف إليه أن تكون هذه الساعات الإضافية من ضمن إطر الثقافة الإسلامية. لكن المهم فعلاً أن نعود للبدء. بناء هذه المناهج والتغيير لن يكون إلا بالمنطلق من المتفق عليه. المتفق كتاب وسنة واجتهادات الكثير من العلماء، لكن مع الأسف وفي كثير من البقع الجغرافية تمترس الفقهاء وكثير من العلماء خلف مذاهبهم، خلف المذهب، وضيقوا وجعلوا العلم الشرعي محصورا بالمذهب أو برأي شيخ من المذهب ولا يمثل المذهب كاملا. فهذا جعل العلوم الشرعية جامدة دون تجديد. بارك الله فيك. فأمل أن نركز على هذا الجانب. أتمنى هذه الملاحظات تكتبها تعطيها للجنة العلمية حتى نستفيد منها في توصيات المؤتمر. بارك الله فيكم جميع الإخوة المداخلين. والآن نفسح المجال للأستاذ الدكتور محمد غورماز في 5 دقائق للإجابة على المداخلات. تفضل. شكرا جزيلا للأساتذة لهذه التقييمات القيمة. في الحقيقة أنا ما أكملت كلمتي لضيق الوقت. في آخر كلمتي أنا أركز على منهج المعتدل في تجديد الدراسات الإسلامية وكيف نجدد إن شاء الله. إذا طبع سأستفيد من مساهمات كل الأساتذة. من ناحية العلوم، الجمع بين العلوم الكونية والإنسانية والوحية، في الحقيقة هذه في تاريخ حضارة الإسلامية نقطة منفصلة، يعني انفصال في مدارسنا، انفصال هذه العلوم الإسلامية. هذه علمانية الأولى في حضارة الإسلامية، علمانية الأولى. كيف نفصل آيات الله الكونية، دراسة آيات الله الكونية وآيات القرآنية؟ هنا في إسطنبول أنتم تعرفون غلطة، برج الغلطة. نعم، برج غلطة لها قصة كبيرة. يعني واحد تقي الدين، هذا جاء منكم من سوريا، تقي الدين جاء إلى إسطنبول من سوريا وهو كان عالم الفلك، ولكن علماء المدارس الشرعية هاجموا عليه، وأخيرا أهدم هذه الرصدخانة حين ذاك بأمر من السلطان. وإذا نظرنا إلى مدارس في أوزبكستان، في سمرقند، في بخارى، وفي أوزغان، وفي نحن نرى الجنب المدارس مباني يشبه المآذن، كلها ليست المآذن، المرصد، كلها مرصد. هم كانوا يجمعون بين هذه العلوم، ولكن في بلاد ما وراء النهر أيضا ظهر النقاش والخلاف وهدموا هذه المراصد.
يدعون بأنهم هذه بدعة ولماذا نشتغل بهذا. لأجل هذا علينا أن نوحد، يعني نجم الدين أربكان رحمه الله، أنا أختم كلمتي بالخاطرة عظيمة معه. نجم الدين أربكان رحمه الله واحد من أساتذة كليتي قدم إليه عرض، هو طلب منه عرض عن مسألة مهمة، وهو قدم عليه العرض وأنا كنت جاهز حاضر في هذا المجلس، ولكن أستاذ أربكان ما أعجب الكلمة وما قال شيء، والأستاذ سأل قال كيف رأيت بحثي يا أستاذ؟ سأل رئيس الوزراء حينذاك كيف رأيت بحثي وكلمتي وعرضي؟ قال أنا فهمت من هذا العرض إذا قمنا على الحكومة علينا أن ندخل علم الرياضيات العليا إلى كليات العلوم الإسلامية. يكسك ماتماتيك الرياضيات العليا، لأن الرياضيات هذا سلوك العقل. هناك سلوكين، علوم علم السلوك، سلوك العقل المنطق والرياضيات، وأيضا الأخلاق. وعلينا أن نركز لا سيما في محاولاتنا التجديدية، علينا أن نركز على هذا. وهذا الانفصال بين العلوم وهدم وحدة العلوم، توحيد العلوم، إذا نريد أن نفهم نتائج هذا علينا أن نزور باكستان، مدارس باكستان. لأجل هذا، هذا من مقومات التجديد في الدراسات الإسلامية. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك دكتور، وشكرا لك على هذا التعقيب، والشكر موصول للدكتور عمر مكي الذي اكتفى بتعقيب الدكتور محمد قرمز. وإن كان لي كلمة فقط أقول، كل المعاني التي ذكرت هي مقصد هذا المؤتمر، ومؤتمر التجديد من دعي إليه، من جاء ومن اعتذر، دعوا لأنهم يحملون هذه الفكرة التوفيقية بين علماء الشرع وعلماء الدنيا، بين علماء الدين والدنيا. لا نريد أن نكتفي بلوم هذه الفئة أو تلك، ما ذكره الدكتور طالبي وذكره الدكتور محمود السرطاوي وذكره الدكتور محمد قرماز وذكره الدكتور عاطف نموس، المشكلة مشخصة، إعادة العلوم الإسلامية إلى طريقها الأمثل الجامع بين علوم الدين والدنيا. ولكن من لديه القدرة على ذلك؟ هم من يملكون هذا الفكر، من يحملون هذا الفكر كالأفاضل الذين هنا في القاعة، ولكن يحال بينهم وبين ذلك. فنحن إذا أردنا أن نستفيد شيئا من المؤتمر فلنسعى إلى جامعة، أقصد جامعة معنوية، رابطة معنوية تجمع هؤلاء المخلصين الواعين الصادقين الذين لديهم القدرة على الاستقلالية والخروج من الأطر والدوائر التي تمسك بنا إلى الأرض. أكتفي بذلك، وقبل أن أعلن نهاية الجلسة أدعو أستاذنا الفاضل الدكتور محمد عبيد الكويسي أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق لتقديم الدروع للباحثين الأفاضل. تفضل الدكتور. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك استاذنا. بارك الله فيك.
إخواني، نعلن رفع هذه الجلسة استراحة لمدة 10 دقائق، ثم نعود إلى الجلسة الثانية. حياكم الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.